على التغريدة التي قال بها السيد الصدر في أول ردة فعل له حول الحكومة، يعني ينطلق من التسمية بأن اسمها حكومة ميليشياوية، يعني تعتقد أنه هذا التوصيف في بداية المرحلة ممكن أن يكون دقيق أولا. ثانيا حدد خياراته من عدم الاشتراك، لكن لم يحدد خياراته بعد التشكيل. ماذا تعتقد بالبندين؟ يعني أولا فيما يرتبط بوصف الحكومة، زعيم التيار الصدري يريد أن يقول بأن هذه الحكومة مسؤول عنها الإطار بكل عناوينه، وبالتالي هو يستحضر يعني تلك الخصومة السياسية ما بينه وما بين الفصائل المسلحة، الأجنحة السياسية لهذه الفصائل، وبالتالي هو أعاد زعيم التيار الصدري أعاد مرة أخرى يعني مسألة الاتهام، يريد أن يحمل يعني بجانب بقراءة أخرى هو يريد أن يحمل الإطار التنسيقي مسؤولية الحكومة كاملة، يعني على اعتبار أنه يهيئ من وجهة نظري إلى رد فعل سياسي قد يكون ما بعد منح الثقة، يعني على اعتبار نعم هو تحدث يعني عن أنه لا يمكن أن تكون أو أن تشكل حكومة من الإطار التنسيقي، لكن بالنهاية تفكيك هذا الخطاب لزعيم التيار الصدري أنا أعتقد أنها تدفع أن ردة الفعل قد تكون ما بعد 100 يوم يعني كجزء من المراقبة. هذا طبعا يعتمد على إمكانيات المرشح السيد السوداني، يعني قدرته بنصب جسور سريعة مع ليس فقط مع التيار الصدري زعيم التيار الصدري، نعم، وإنما السيد السوداني عليه نصب جسور سريعة بثلاثة اتجاهات. أولا التيار الصدري زعيمه فيما يرتبط بانتخابات مبكرة، يعني حزمة إصلاحات يمكن أن توضع داخل برنامجه الحكومي. الجسر الثاني هو فيما يرتبط بقوى الرفض، يعني التي نسميها تشرين، القوى المدنية، القوى الليبرالية، النخبة، هذه لابد أن يمد معها جسر سريع جدا. مع الجسر الثالث هو فيما يرتبط ب طبيعة الأزمات، يعني لابد أن يضع برنامج يقنع الشعب العراقي، هذه مهمة. لذلك أتصور بأن ردة فعل السيد الصدر قد تكون ما بعد تشكيل الحكومة، يعني الترحيب من قبل المجتمع الدولي هو بروتوكولي، يعني تم الترحيب بترشيح السيد محمد توفيق علاوي، ايضا تم الترشيح تم الترحيب بترشيح السيد عدنان الزرفي، هذا بروتوكول دولي او لكن يعتمد الاعراف في العلاقات الدوليه، هذا واضح دكتور. مع ذلك نعم، مع ذلك انا اتصور من ان قد تكون ردة فعل لحظة منح الثقة أو ما قبل منح الثقة إذا ما قرر الصدر من أن لا تستمر الحكومة ولا تمنح ثقة، لأنه التوصيف يا دكتور وهو الأقرب ما بعد 3 أشهر. التوصيف بالحكومة الميليشياوية بمعنى ليس هنالك فسحة من الوقت لمراقبة الأداء، وبالتالي كيف للسوداني أن يمد هذه الجسور في ظل أول توصيف لحكومته بهذا الشيء؟ كيف سيمنحونه الوقت ليتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ جيد، سؤال جيد أستاذ نجيب. شوف توقيت التغريدة، توقيت التغريدة ما بعد التكليف، ولذلك يبدو بأن زعيم التيار الصدري يريد أن يختبر المكلف بالتحديد من أنه هل سيخضع إلى يعني هذه القوى قوى الإطار التنسيقي أو الفصائل المسلحة التي يعتقد سيد مقتدى الصدر من أنها تشكل الحكومة، ولذلك توقيت التغريدة
هو الجواب على ما طرحته بفرضية السؤال أستاذ نجيب. نعم. أنه سيضع المكلف بمرحلة اختبار، إذا ما وجده بأنه خضع إلى هذه الأطراف فبالتالي ردة الفعل أما تكون ما يعني أثناء منح الثقة أو ما بعد شهر أو شهرين، على اعتبار أنه لم يستطع أن يحقق شيئا في برنامجه الحكومي، وعند ذلك يعني قد يكون الصدر تخلص إلى حد كبير من الضغوط الدولية التي تدفع بأن تتشكل الحكومة.